تامر تامر ويلعبها تاني حلوه ناحيه الشمال جمال وطارق 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 جول 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 طارق لاتسيو طارق لاتسيو جول 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 لحضراتكم الاجوان هي اللي بتجيبها الشوط جوه الجول طارق السيد يشيل طارق لاتسيو والاعلام البيضاء اهي ومعاه اعلام حمراء وحاجه جميله جدا 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 وجول زملكاوي في لاتسيو الايطالي السيد وانا غايب برضو النهارده كان طارق السعيد هنلعب هيلعب النهارده وكنا عارفين انه هيلعب وحلوه 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 تم وحلوه وحلوه عبد الحليم هوبا كمل بقى كمل بقى يا جول 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 جمال لاتسيو جمال لاتسيو تنساش للزمالك ويبدو في الافق ان ستكون نيكولا نمبر 23 incorporarse a la transmisión hace pocos minutos tranquilamente podía ir 0-4, oh. Error de Miranda que le puede costar un disgusto, atención ahí que se la llevaba, puede haber habido falta en la frontal, el árbitro efectivamente la indicó sí. Y fíjate que el... vamos a ver, Hassan Mido el que va a golpear esa pelota Ahmed Hassan Mido va a golpear con la pierna izquierda allá va Mido a por el balón, golpea Mido, a punto ha estado Asenjo de pararlo, le ha faltado muy poquito pero acabó marcando el Zamalek. Primer tanto del equipo local, Mido, el delantero egipcio, anota el primero del equipo que celebra hoy el centenario, ambientazo como están viendo en las gradas del Estadio Nacional del Cairo, Zamalek 1, Atlético de Madrid 2, ha marcado de penalti. Que... حصل في سوء التفاهم بالفعل خطا كان حاضر من المدافع استغلها احمد جعفر مررها الى احمد حسن احمد جعفر محمد يحاول تسديد تسديد لا تصد ولا ترد يا سلام يا محمد يا سلام يا ابن ابراهيم الرحيل. نادي زينت بيوصل كويس لمرمى الزمالك لكن الفينش الاخير واللمسه الاخيره هي اللي تفرق وممكن في الشوط الثاني نشوف داني مع دياردوفيتش هم اللي يبقوا بدل لكن برافو مع نقله اللعب يلا المرتده يلا المرتده فتح هون عمر جابر ومع الكوره ابراهيم صلاح يلعب البينيه حلوه يلا فرصه يلا فرصه يلا فرصه ويلا فرصه ويلا يلا يا سمير يا ابو العمايم ويلا يا سمير يا ابو العمايم هجمه رباعيه لنادي الزمالك على زينت سان بطرسبرج والفرحه بيضة والزمالك بيسجل في مرمى زينت